ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ وحشتوني. معاكم سارة من قناة منصور ريفيوز. إيه النهاردة والاول مرة انا عامل معاكم ريفيو مختلف تماما جدا جدا عن الريفيوهات اللي انتم متعودينها معايا. إيه النهاردة الريفيو بتاعي عن جروب اونلاين، إيه جروب ادوات منزلية. إيه بصراحة إيه الحاجات اللي عنده عجبتني جدا، والبنوتة صاحبة الجروب المعاملة معاها كويسة قوي، وان شاء الله دي مش هتكون اخر مرة اتعامل معاها فيها. طبعا زي ما انتم متعودين مننا على القناة ان احنا ما بنعملش دعاية، لا بالعكس احنا بننقل لكم تجاربنا الشخصية. طبعا مش هتكلم بقى في تفاصيل كتير، تعالوا اوريكم الصور. انتم زي ما انتم شايفين قدامكم انا اشتريت منها الصينية دي مغسولة اهي بعد ما جربتها، واضح طبعا ما نزلتلكوش اي حاجه غير لما جربت كل حاجه. اسمها الورده، تمام. الماتيريال بتاعتها كويسه قوي وشيك، الحجم بتاعها ممكن تقدروه كده بالنظر، هي تقريبا الحجم الوسط او اصغر منه سنه كده. وجبت الهوك ده، او الهوك ده الصينية الاول قبل ما انسى، الصينية دي ب35، الهوك ده كاتنين في واحد. هوريكم التاني انا معلقاه دلوقتي في التويلت، حط عليه الليفة هوريهولكم. الهوك ده ب20، الاتنين هو الباكت اتنين. جبت منها المشابك دي، حلوة قوي عشان لو هتغسلي الكوفرتات او كده، هي في حجم اكبر منها بس ده يعتبر وسط. الـ4 بـ10. وجبت منها من دي برضو باكت، البلاستيك دي نظيفة قوي وحلوة ومجرباها برضو وبره، يعني نشرت عليها امبارح وجربتها. برضو الباكت ب10، والمشابك دي الصراحة لسه انا ما فتحتهاش، تعالوا نفتحها سوا ونشوف الماتيريال بتاعتها برضو، بس هي واضح ان هي نوعها نظيف. ما شاء الله الخشب بتاعها حلو جدا، اتمنى يكون واضح. دي ب10 برضو، يبقى المشابك ب10 وب10 وب10، تمام. علبة المناديل دي جميلة قوي للمناديل وللريموتات في نفس الوقت، يعني هي اصلا بتاخد كذا ريموت، عايزة اوريكم حتى ريموت التكييف عريضة وبس محطوط، هي بتاخد كذا ريموت ومناديل اهي، وبتتفتح من تحت. إيه بلاستيك في الوان، انا قافلها مش عارفه ده اسمه ايه، الشفاف ده اللزق ده مش عارفه اسمه ايه، مش فاكره اصلا، يعني انا قافلها بيه عشان بس علبه المناديل بتاعتي مقلبظه شويه فعشان ما تنزلش منها. العلبه دي يعني يا ب30 يا ب25، مش فاكره للامانه، حتى الريسيت اللي كانت مطلعهولي مش عارفه راح فين. واخيرا واهم حاجه دول اللي انا اصلا طالبه الاوردر عشانهم، دي علب للشاي والسكر، شايفين الحجم يعني كبيره جدا وضخمه ما شاء الله، مش قادره والله اشيلها بايد واحده، الغطا بتاعها محكم شايفه اهو، الخامه بتاعته بلاستيك. و نقفلها بس عشان اوريكم، هي علب صحيه يعني ممكن نحط فيها حاجات سخنه. طيب هي دي مش باينه اللي هي ماركه الوطنيه، طب نشيل ده عشان اوريها لكم، مش هعرف اشيله. طب اوريكم التانية لان هي واضحه فيها شويه اهي، تمام. بي بي 5، تمام. دي للسكر ودي للشاي، انا جبتهم كنت عايزه بصراحه مقاس الكبير للاتنين، قالت لي ده ضخم جدا، وللامانه هي بعتت لي حوالي مثلا 6 علب من الحجمين باللون اللي هو الفيروزي واللون البنك، وحقيقي قالت لي انا هبعت لك عشان تشوفي وتقدري، لان طبعا ما بيبقاش واضح في الكاميرا، ما بيبقاش واضح الحجم وكده في التصوير، قالت لي انا هبعت لك الاثنين واختاري اللي انت عاوزاه،
وفي نفس الوقت لو ما عجبكيش حاجة هتبتدي ترجعيها للدليفري تاني، خليه يستناكي. والدليفري جالي من جديلة لطلخة واخد 20 جنيه بس، وهو حد محترم وفضل واقف لحد ما انا خلصت واتفرجت على الحاجة كويس جدا، وقالت لي اللي ما عجبكيش رجعيه ما فيش اي مشكلة عندها، وانا هنزل لكم اللينك بتاعها. والله يا جماعة انا معرفهاش، بس هي التعامل اونلاين بيبقى بصراحة رخم. لما بتاخدي الحاجة تقولك خلاص هي بتاعتك، حتى لو هي مش عاجباكي او هي مش مثلا اللون اللي انت اخترتيه، لا بالعكس للامانة هي قالت لي اي حاجة ما تعجبكيش رجعيها. او في حاجة نسيتها شفتها وانا بصور معاكو، جبت دي برضو البهارات، او قبل ما انسى العلب بتاعت البهارات دي ب25 المقاسين دول، ده مقاس 5 وده مقاس 4، بس هي قالت لي ان ده اخر اوردر بالسعر ده، وللاسف هي غلط في السوق. جبت منها علبة المناديل بتاعها، هي ستاند المناديل ده للمطبخ، الستاند ده تقريبا ب35 تقريبا او ب30 مش فاكرة والله. فانا هسيبكم مع الجروب بتاعها دلوقتي وهوريكم اللينك، وهفتح لكم كمان صور من الجروب، واتمنى ان الريفيو ده يكون عجبكم النهاردة. ولو حابين ان انا اعمل لكم ريفيوهات من النوع ده على اي حاجة اشتريها مثلا اونلاين، او اي حاجة انا اكون شاريها لتجربتي الشخصية مثلا غير ما انا اصور لكم البضاعة اللي في المحلات او كده، اطلبوا مني في الكومنتات وادعوا لي دعوة حلوة من قلبكم انا ومها طبعا. ونشوفكم على خير، باي باي. اي طيب يا جماعة، ده الجروب بتاعها اهو، اسمه دودي ستور، تمام. اه عندها مزيل البقع ده ان شاء الله، انا ما خدتش بالي منه غير للاسف بعد ما طلبت الاوردر بتاعي، فباذن الله هجيبه اجربه اللي هو اللاستر ده، فهجيبه اجربه ان شاء الله وهقول لكم على التجربه بتاعتي. ولو في حد منكم جربه يا ريت يقول لي برده. وعندها الورد ده، تمام. فهي ما شاء الله عندها حاجات كتير متنوعة بصراحة. الجروب بتاعها هو دودي ستور، والله يا جماعة انا معرفها بالمرة التانية، عشان في منكم ناس كتير بتدخل تقول ان انا مثلا او مها يعني بنعمل دعاية لحد معين او كده، لا خالص، دي تجارب شخصية لينا، واحنا في كل فيديو بننوه عن الموضوع ده وبنقول لكم كده. ف حبيت اوريكم الحاجات بتاعتي، واتمنى ان هي تعجبكم، واشوفكم على خير، باي باي. مفروض يا جماعة ان انتوا حفظتوا، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وكومنت.